وين تهون لجلك لجل مشتاق نبض القلب يمون همتهم بتشيل جبال قدام أهل الهم ما في محال لو صرخت وصحيت لقف معاك مش مستني صوتك لأسمعك لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك هو يا ابن بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة ايد بايدك الأردن يعمر هن نشامة فالو كلمة بنت بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة ايد بايدك الأردن يعمر هن نشامة فالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني كفاءات أردنية يبث على قناة جوسات الفضائية الأردنية وضيفنا لهذه الحلقة سعادة السيد مجدي الخليلي وهو أحد أصحاب مجموعة الخليلي العصائر وهي أشهر من أن تعرف في هذا القطاع وفي الأردن بشكل عام سيد مجدي بداية نرحب فيك برنامجنا الوطني نحكي لك مساء الخير مساء النور عليك أهلا وسهلا نعم سيد مجدي بداية أكيد لكم الخبرة والباع الطويل في هذا القطاع قطاع العصائر مجموعة نعم. الخليلي وهي أشهر من أن تعرف حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك نتحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذا الفرع الجديد في منطقة خريبة السوق نقول لكم الله يطرحلكم فيه البركة والله يعطيكم العافية تفضل احنا بداية نشكركم على حسن الضيافة أول شيء احنا بدينا بالعصير على العربيات نعم 99 منطورنا شوي شوي أنا وإخواني طبعا نعم إلى لما حد الآن يعني فضل الله يعني الله كرمنا وفتحنا مطعم وفتحنا محلات عصائر نعم والوضع الحمد لله تمام الحمد لله نتحدث عن تأسيس هذا الفرع فرع خريبة السوق متى تأسس؟ فرع خريبة السوق يعني قبل أربع أيام قبل أربع أيام نعم ألف مبروك الافتتاح الله يبارك فيك نعم نتحدث عن أبرز خدمات هذا المطعم سندويشات وجبات سريعة عرايس صواني كفتة جميل شوقف كباب قلوب عناقيد نعم نحكي بأربعة أيام كيف شايف الشغل والوضع في هذه النقطة الحمد لله والله كريم منطقة شعبية منطقة شعبية والكل حب المطعم وكل تذوق يعني من الطعام هذا يعني كل انبسط عليه في إقبال في إقبال نعم 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 كيف بتشوف تطور هذا القطاع في الأردن أنا بشجع الجميع يشتغل خاصة اللي عطينا العمل يعني بده بيجي بنشغل ناس عندنا كثير احنا عاطل على العمل يعني عم بتقلل من البطاله بنقلل من البطاله نعم صحيح والشغل مش عيب يعني اكيد 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 الشغل مش عيب بنصح كل شاب يعني يطور حاله ويشتغل على حاله احنا بدينا من الصفر من العربيات لغايه الان ما شاء الله ان شاء الله للامام دائما الحمد يعني لله. يعني سيد مجدي تحدث عن عدد الكوادر داخل هذا المطعم كوادر المطعم نعم ست اشخاص ست اشخاص كلهم عماله اردنيه نعم جميل ايش طموحاتك يعني فتحت فرع هون تمام شو طموحاتك المستقبليه ان شاء الله وين تفتح فروع اخرى طموحاتي افتح من الغربيه مناطق ارقى نعم. يطور حاله الواحد يعني مش غلط ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق والنجاح الله رسالتك الله. لكل شاب بحب يتجه لهذا القطاع المطاعم والعصائر بشكل عام شو بتحب توجه له رساله أوجه له رسالة يعني الشغل مش عيب وبشتغل بأي مكان يعني ببدأ حياتي بالصفر بكون حالي شوي شوي بصير يعني نعم هل يوجد خلطة سرية للعصائر بنحكي عن دار أو عن مجموعة الخليلي؟ خلطة عفوا ماكينات يعني عصائر ماكينات كلها يعني ما شاء الله عليها إقبال شديد الحمد لله هي عبارة عن نواكل لا تلمس الأيدي يعني. نعم بس أكيد في خلطات أو عفوا تمر يعني تمر طبيعي على الماكينات طحن ماكينة أولى ماكينة ثانية وماكينة ثالثة أكيد تصفى يعني للبرميش نعم. أكيد ما شاء الله يعني بنطلع المطعم ما شاء الله نظافة أكيد من أول ما جينا ما شاء الله يعني كل النظافة موجودة والأكل أكيد موجود أكيد منطقة خريبة السوق بشكل عام من أين جاءت هذه الشعبية أكيد السيد مجدي بهذه الفترة قليلة بالنسبة للعصائر والمشاريع نعم. وبالنسبة للمطعم جودة الشغل يعني عفوا معاملتك مع الزبائن معاملتك مع الناس نعم. الناس واحد للواحد يعني يصير عندك إقبال نعم نعم يعني السيد مجدي دائما وابدا نحكي ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار والحمد لله نعم نعم صحيح شو بتحب توجه رساله يعني لو حلفك الحظ وتقبلت مع جلاله الملك
عفوا لو حلفك الحظ تقبلت مع جلالة الملك شو بتحب توجه له رسالة؟ بوجه له كل الاعتزاز والفخر اكيد جلالة سيدنا الله يحفظه يا رب. يعني لولا جلالة سيدنا ما فيش ما وصلنا للشغلة كلها. اكيد الله يحفظه يحفظ هالبلد ويحفظ قناة الوطن. الحمد لله. واجهتم مشكلات او معوقات اول افتتاح المطعم من معاملات ركنية من الامانة؟ لا 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 الحمد لله. اشكر الجميع الكوادر الدفاع المدني الامن العام الامانه الساحه الله يعطيهم جميعا يعني الله يعطيهم الصحه والله يعطيك العافيه. تحب توجه رساله الى كل جهه دعمتك بافتتاح هذا المطعم؟ بشكر يعني كل اللي دعموني والازروا يعني واللي شجعني على الشغل يعني نعم في ناس كثير وقفت معي اشكرهم كلهم يعني اكيد بنشكرك احنا لهذا اللقاء اكيد سيد مجدي والله يعطيك العافيه وجودك مشكور اكيد كل الاحترام وفي نهايه لقاءنا اعزائي المشاهدين الكرام نتقدم الشكر الجزيل لاكيد صاحب هذا المطعم العريق والمرموق وهذه المجموعه مجموعه الخليلي السيد مجدي الخليلي صاحب مجموعه الخليلي وهو الله يعطيك العافيه بنشكرك لهذا اللقاء الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا اهلا وسهلا.